ايه الحر ده؟ يا دي انت انت اللي قفلت المروحة؟ يا دي يا دوك ها؟ عايز ايه؟ انت اللي قفلت المروحة يا انت حمار يا كفلها في الحل. اما المين طيب اتقفلت لوحدها؟ هو انت اللي بتكفلها؟ بتكفلها ليه يعني يا ماما؟ مش بتصحى غير بكده، ده انا ما صدقت الصيف جه بسبب الموضوع ده. يا ماما نصحى ليه؟ طب احنا ورانا ايه طيب؟ لا خليكم نايمين اليوم كله، ده نوم الشياطين يا ابني اللي بعد العصر ده. يا ست انا شيطان. انا مش شيطان يا واه. طب قوم لما انت مش شيطان. هتقوموا انتوا الاثنين. طب مش هقوم يا ماما، وكل ما تكفل المروحه هفتحها. انت اللي هتتعب، انا قاعد اغسل جنبك اهو، يعني ما فيش مسافه. طب اعمل لي ايه دي يا رب؟ يا رب اتصرف فيها انت يا رب. يا جدعان في لينك برنامج في البايو بتاع التيك توك، نزلوه هيتفشلك اي واحد سارق الواي فاي بتاعكم.